مستحيل راح يغدروني، قلت لكم مستحيل. اسكم يلا يلا رفيق تكونها اويشات، انها فتاة ثرية. هاني جيت. السلام عليكم خوتي وخوتاتي، واش راكم؟ إيميريك لو رجعت لكم بفيديو جديد، فكرة جديد. طبعا يا اساطير، فكرة المقطع مثل ما سويت لكم بالجزء الاول ووصلتوه 15000 لايك، وقلت لكم راح اسوي لكم جزء ثاني، والان سوف اقوم لكم بجزء ثاني من خدعة الغدر. طبعا يا اساطير، خدعة الغدر هي اني راح ادخل سولو سكواد. طبعا يا اساطير لازم البس سكن اسطوري حتى تيم معي سكواد، بعدين مثل ما نقولوا صير امشي معهم، وبعدين احاول اني اغدرهم كاملين. طبعا يا اساطير قبل بداية المقطع نحب نقول لكم على موقع اسطوري، موقع طبيب الكمبيوتر بي سي دي. طبعا شركة بي سي دي هي اكبر شركة مختصة بالبي سي جيمينج في السعودية، عندهم تجميعات تشغل كل الالعاب وباسعار رهيبة جدا، وعندهم توصيل سريع ومجاني. طبعا اغلب التجميعات اللي تشتريها من عندهم راح تجيك معاهم هدايا مثل الواي فاي والكيبورد والكومبو ماوس وسماعات كمان. اما الويندوز اصلي يجيك مع كل التجميعات اللي تشتريها من عندهم مع تثبيت الانظمة مجانا. وطبعا الشركة حاصلة على اعلى تقييم في جوجل وضمان سنتين، وعندهم دعم فني متواصل. اسعار البي سي جيمينج الاسعار كلها مرتفعة في العالم كامل، لكن في هذه الشركة الاسعار ثابتة ما تتحرك ابدا. بالرغم من نقص قطع البي سي في العالم كامل، لكن في هذه الشركة دائما تلقاها متوفرة وباسعار ثابتة. طبعا يا اساطير رابط موقع بي سي دي طبيب الكمبيوتر راح تلقوه في الوصف، وكل حساباتهم الخاصة بالتواصل، لا تنسوا انكم تشيكوا عليهم. طبعا يا اساطير لسه حطوا لايك واشتركوا بالقناة، تمشي حطوا لايك، خلينا نوصل المقطع لاكبر عدد ممكن من اللايكات، خلينا نوصلوا ل 15000 لايك حتى نعمل لكم جزء ثالث من هذه السلسلة، وخليكم مع المقطع. ليست جو. اوكي اساطير، اول شيء راح نسويه هو راح نسوي سكواد ونشيل اوتو ماتش. ليس تقاوى يا حبيبي سولو سكواد. اول شي راح نسوي لهم رقصات هيك اغرائية حتى يتيموا معنا. يا تيموا مع الاسطورة الصحراوي. شكرا الورود، انت مشكوك في امر كينجلة. ليس جو شباب، مثل ما انتم شايفين عندنا هنا سيارة الصحراوي الهوائية. طيري طيري يلا طيري. او شت انه الصحراوي. اوكي شباب راح انزل مع السكواد، يعني خليني اثبت هذا هو السكواد اللي انزل معه. يلا دين 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 دين. اوه شباب كانوا نازلين هناك وبغيروا مسارهم من كلاب. يلا روحوا روحوا، انا معكم انا معكم في السراء والضراء. شباب نازلين بالبوشينوك. اوكي راح اتيم هذا السكواد واخضرهم، بهم بس ثلاثة، يعني هذا الشيء راح يساعد. اوكي تسجيل دخول الصحراوي اسطورة العالم الى ساحة المعركة. لا تقتلوني عندي سلاح. أسطورة أسطورة والله أنك أسطورة. لا 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 كفو كفو كلو خالص. والله بجلد أبو جدك والله. أعطيني دم، أعطيني دم يا كلو خالص. راح الساكورا سوف ينتقم من الكلاوات. هذا 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 اللبس وردي لسه ما وضت علاقتي معه. أيوة 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 شباب كده عندي سكواد كامل، راح أجيب الثلج وأخضر أبو جدهم. يلا يا كلا الأسطورة، كلا غدار، كلا لا كلا كلا لا 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 قاعد يضرب ناس ثانيين، فكرت انه بده يغدرني. كلا بعرف انك أسطورة لا تغدرني. اوكي يلا لسك. قاعد مسوي حالي كأني قاعد اضرب معهم. اوكي نعم نعم كلا اعرف انك تحبني. لا 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 يحب يغدرني، وهم الان مشغولون في الحرب. شباب اخضرهم ولا لا؟ لسه 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 يكون عندي لوتك. يلا اهجموا اهجموا هجوم هجوم السنافر. تعال تعال انت تعال. كلا قاعد يضرب من بعيد الغب. والله شباب ما اعرف من رفيقي ومن عدوي. لا 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 انا صاحبك انا صاحبك يا حمار يا حمار انا صاحبك. ليه جا سكواد بالزيب لاين؟ وشباب والله تلخبطت الامور. تعال 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 انت تعال تعال من هنا تعال تعال نجتمع قوانا ونجمع الفريق. شباب ايش اسوي؟ جا سكواد ثاني. لا 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 شباب سكوادات تلخبطت، ما عرفت وين بدي اخضر متى بدي اخضر، راح اموت في اي ثانية انا. دم 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 هيك سرق الحم. يلا هجوم هجوم العمالقة. وينو عدونا وينو وينو عدونا؟ هذا صديقي. اوكي بعرف اصدقائي كلهم نصهم كلهم اصلع. يلا صديقي الاصلع وش نعمل؟ يلا يلا صديقي الاصلع وش نعمل؟ اعطيني الدم. يا لا اسف اسف اسف، جيب صديقك حتى يريفايفك. لا بدي اعتذر. ليتس جو.
السلام عليكم. السلام عليكم. يا فرحة ما تمت. اوكي شباب، اهم شيء هو اني انزل مع سكواد لوحدي. اوكي الثاني وانزل مع نزل اثنين، انزل مع واحد ثالث. اخي انا دي ما حد هيك انزل مع ثلاث سكوادات. انا عندي سلاح وانت ما عندك، فكر في ايجابية. ايوه يلا ايوه حتى انت فكر بايجابية. عندي صديقك رهينة والله بضربه في الرأس. كمون اوكي جاء حتى هاد. يا يلا لا قد يسوي لي سكوب. ايه انت والله بجلد صديقك اللي هذا الرهينة. وين الرهينة الاحمر؟ انت رهينة لدي. يلا جيب رفقاتك الباقيين. جي لا يا اسطورة يا اسطورة شباب سكواد. ايوه كده يا كريمينال. اي لاف يو. ايوه كريمينال اخضر كبير صح. اوكي شباب نزلت مع الكريمينال الاخضر. كريمينال الاخضر شوف، عملنا هدنة، عملنا اتفاق واحنا في اللوب. انا قاعد اتيم لاني احب اتيم. تعالي بنت المفروض تحبي الساكورا. ما اخلي لك ولا سلاح، لازم تيمي. هربت. لا تخافي انا لست بعبع على الصحراوي. يا كلب شباب تيمت معها، ما حبيت تفهم. يا لا اسف. اوكي سكوادك بده يجي يقتلني. ضروري لاسقاه مرة اخرى لنفشل حتى نغدر سكواد كامل. شباب لازم سكواد ينزل معه لوحده. ثلاثة سكواد واخيرا راح انزل مع السكواد لوحده. واخيرا يا ربي ما يخربوا علينا البشر دوك العدوانيين. سكواد كامل متكامل مع الصحراوي اسطورة العالم. وشت ايوه مع الصحراوي اسطورة العالم سوف تتيم. لا تيم رفقاتك. يا غبي صاحبك قاعد يضرب لك. والله انه غبي هذا الانسان. صاحبك قاعد ايوه هذا دروز كامل متكامل. تيمني يا كلب. لا جاكيت الساكورا ما سويت ولا شيء. لازم نسوي لهم ساكورا كامل متكامل حتى تيمو. دقيقه ساكورا. اذا زبطت معنا الساكورا راح اصير دائما اصور هذه السلسله بالساكورا. يلا اظن انه حتى الساكورا ما راح يحترموه ويغدروه. سوف نرى الان ماذا يمكن للساكورا ان يفعل. يا ربي ما يقتلوه. او نو والله نجوت. بليز يا اخي الله يسعد دينك. والله انك اسطورة. انا احب الاحمر دائما. لدي رهينة حمراء. ايه عندي رهينة بنت وحمراء. والله بيلمسها انسان باش بتشوفوا ايش اسوي لكم. يلا عندي سلاح. ها لعل تقولي ما عنده سلاح واقتله. عندي سلاح كامل متكامل اسمه الفاماس اسوأ سلاح. والله يا شباب الساكورا زبط. اوكي الساكورا هو اللي زبط السكواتات. كمان رهينة. يلا نلعب. نلعب فري فاير. يلا رهينة. ويمكن هذا الرهينة اصلا لوحدها. اي دونت نو بس يمكن لوحدها. اوكي شباب يمكن هذا الرهينة لوحدها صح. ايش قاعدة تسوين؟ قاعدة تسوي ريفايف لاصحابك. يلا لزق. دقيقة احط لك ثلجة من هنا. انا خرجت. ايوه شتي انا احبك. سويت لك هيك كفر وخليتك تسوي ريفايف. راح احمي لك ظهرك اوكي حتى يجوا رفقاتك وبعدين اقتلك انت ورفقاتك. تنصير متفقين اوكي. راح اخليك تسوي لهم ريفايف وبعدين اغدرك انت وياهم دفعه واحده. خلاص سويت لهم ريفايف. ايوه سويت لهم ريفايف. كفو رهونة تعالي رهونة تعالي. لا رهينة ماتت. يا رهينة لازم مشهم لي يسرقوا الكيل. يا رهونة لازم انا بقتله. لا تقتلوني. كنت امزح مع رهونة حتى احميها صرت انا بقتله. اضرب يا غبي قاعدة تيمك. والله شباب قاعدة تيمو بنيتي. يا اخي انا دايما سرق لي الكلات. ليش دائما انا حظي اللي يسوي فيه الحظ. واحد يضرب من بعيد بيقتلوه داخل. انا حظ خرا. طلع حظ الصحراوي لكن انا خرجت ودخلت ما قتلني ولا انسان.
شقاعد تسوي متت باب خاسر اتي مع هاد السكواد البنات اللي نطقمين نفس الشيء. تعالوا تعالوا بنات. ايوه 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 بنات بنات انا سهراوي خروف يتيم البنات بس اوكي والله اعطوني اعطوني اتيم توام شباب رازق اتبعهم لابسين بنفسجي صح انا ما اقول لابسين بنفسجي اوه شفتكم شفتكم لقد رايتكم ما راح يقتلوني مستحيل راح يقتلوني مستحيل كل الناس خدرتني ما عدا هاد الاثنين ما راح يخدروني مستحيل راح يغدروني قلت لكم مستحيل انهم توامين ليتس جو ليتس جو يلا يلا رفيقتك هنا رفيقتك او شيت انها فتاة ثرية شباب تخيلوا بغدرهم بالجملة الصحراوي ليس خروف الصحراوي ليس خروف اياكم ان تتهموا الصحراوي على انه خروف انه ليس خروف التوأمين الصحراوي قاهر فتيات السلام عليكم اما ان تتيم او تموت اختار اي شيء تريده مع هذا الحانوت لا 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 قاعد اتيمك اوكي قاعد اتيمك عادي ايزي بيزي هذا هو قانون الغابة الصحراوي الغدار الكبير قانون الغابة الله يرحم المغفلين يا يا في انسان ثاني عند شجرة تعال اسوي لك قانون الغابة تعال لا لا انت وصاك مرفيقكم انا مسكين لا لا لا, لا تقتل لا تقتل راح هرب يا غبي تعال تعال انا بوصلك والله خايف من هادو لا تخاف من مو انت الصحراوي معك لا تقولوا لي هرب تعال تعال لا لا والله اني انا كلب ليش قاعد اسوي الخير في البشر سكوت كله قاعد يتيم تيمو معي تيمو معي تيمو 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 نعم نعم تيمو تيمو هذا اللبس اسود وهذا كله الخنز وهذا راسه اصفر خلاص وهذا اللبس ابيض اساطير اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو اجمعهم مع بعض بعدين اغدرهم اوكي ما اقدر اغدر بالواحد لا 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 وين قاعد تضرب وين قاعد تضرب قتلتها قتلتها انا لا تسرق الكلب لا تسرق الكلب اوكي ما في ولا سلاح شباب بظن انه هادو قاعدين يلعبوا اثنين من الافضل شوت كان حتى اغدرهم اوكي لازم اجمعهم مع بعض واغدرهم بالبوكس اهم شيء هذا اسهل شيء تعالوا تعالوا بدي اجمعكم اجتماع طارئ اجتماع طارئ اجتماع طارئ اجتماع طارئ راح ننفذ قانون الغابة امام الملأ وينو كلا تعال تعال كلا هذا كلا صح ايوه تعال تعال كلا اجتماع طارئ اجتماع طارئ راح ننفذ قانون الغابة الان واحد اثنان ارقص ارقص حتى ننفذ قانون الغابة احبكم انتم امنتم بي وبقدراتي وكلا الخانز ابلا كلا 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 لا تخاف كلا لا تخاف لا تخاف لا تخاف انتم امنتم بقدراتي وكياني وما ادري وش انتم اساطير انتم فعلتم المستحيل من اجلي انتم نعم انتم هم انتم لا شوفوا بقولي بقولي هيا بنا الى ارض المعركة لا ايتها العروسة المشوهة هل تقبلين الزواج بالصحراوي ونقوم بقانون الغابة او شت لقد قبلت عروسة الصحراوي قانون الغابة بليز لا 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 قانون الغابة عروسة عروسة قانون الغابة عروسة يا كلبة أول مرة أشوف عروسة كلب أيوة أيوة عروسة أيوة كفو 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 يا عروسة ليتس جو لا 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 يا عروسة 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 والله خلاص خلاص ما راح أتزوج عليك ما راح أتزوج عليك ما راح أتزوج عليك اوكي اساطير نكون قد وصلنا الى نهاية المقطع مثل ما شفتوا اي انسان بدي اخضره يغدرني اي انسان بدي اخضره يغدرني ما عدا اولئك التوأم الفتيات طبعا انا حاولت اني اخضرهم لكن غدروني للاسف ان شاء الله بالجزء الثالث اكيد راح اقتل سكواد اجلدهم واشوف ردة فعلهم كيف راح تكون سكواد كامل ما لازم اثنين ولا ثلاثة لازم اربعة طبعا يا اساطير لازم حطوا لايك شاركوا بقناة اهم شيء حطوا لايك خلنا نوصل المقطع الاكبر ممكن من اللايكات باسرع وقت ونشوفكم بالمقطع الجاي انا رحت